Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أما بعد بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كيبنزي واكي بونامتومي صلى الله عليه وسلم لو هي tunaungana na ndugu zetu ambao wamefanya ibada ya hija. Sasa hivi wako katika ramyul jamarat, katika kurusha mawe kwa kumlaani shaitan. Na sisi pia kiroho na kinafsi, pia sisi tujiepushe na shaitan. Tujiepushe na shaitan kwa kufuata millata abina Ibrahim alayhi salam, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema akituambia kuzungumzia Nabii Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina wajnubni wa bani an na'bud al-asnam
ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.